قلبك يطيب، يرزقك صحبته في الفردوس الأعلى من الجنة، ويبشركم بالجنة كده في الدنيا إن شاء الله إن شاء الله. أيوة كده يا بيه، الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك ويرضيك. أيوة كده، اضرب يا بيه لايك يا بيه، ربنا يبارك في عمرك، ضربة في قلب عدوك وفي قلب كل ظالم وفي قلب كل سباب شتام لعان، أمين يا رب. أيوة يا بيه كده، ربنا يرضى عنكم. مارسيل كولر، أنا اللي كنت بقول مش حد تاني، بناء على معلومة من أحد المسؤولين في الأهلي أن الموسم الثاني يتم التجديد فيه بالتراضي باتفاق الطرفين. ماشي، أحد المسؤولين البارزين في القلعة الحمراء اللي ربنا كده يعني نفحني النهاردة كده بمكالمة معاه، قال لي الكلام ده مش صحيح. قلت له امال؟ قال لي العقد بتاع مارسيل كولر سنتين، يحق لأي طرف إبلاغ الطرف الآخر بالفسخ خلال 15 يوم من نهاية الموسم، 15 يوم من نهاية الموسم، مع دفع ثلاث شهور للطرف الآخر. أنت عمال تقول التجديد يا معاط، التجديد هو أصلا مكمل، احنا لو جددنا هنبقى بنجدد سنة إضافية. قلت له يعني؟ قال لي يعني هو موجود. قلت له طب وهو الراجل رغبته؟ قال لي ما هو طلع أعلن على الهواء أنه موجود. قلت له بس المهندس خالد مرتاح كان بيتكلم مع وكيله في تجديد عقد، قال لي الموسم آخر بجانب الموسم ده وربما موسمين آخرين، لأن الراجل بيحب الاستقرار وإحنا اللي هو عاوزه هنعمله له، والزيادة السنوية في العقد اللي هو عاوزها هنعملها له. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني مارسيل كولر مكمل الموسم اللي جاي، إلا إذا واحد من الطرفين خلال 15 يوم من نهاية الموسم أبلغ الآخر برغبته في الفسخ ودفع شرط الجزاء وقيمته 3 شهور. قلت له يعني أنت كده، يعني أنت كده الدنيا تمام؟ قال لي اه تمام بالنسبة لمارسيل كولر. مارسيل كولر الدنيا تمام بالنسبة له، قاعد ومكمل الا اذا. قلت له يعني التجديد؟ قال لي الموسم الجاي بتاعه معانا كامل، العقد كده. طب انت شفت العقد؟ قال لي ازاي شفت العقد؟ شفت العقد طبعا، لازم يمر علي العقد واري كويس ومشارك في اعداد العقد، فبالتالي مارسيل كولر عنده الموسم اللي جاي مع الاهلي اوكي. لكن وده برضو نقطة كان لازم الناس تطلع تقولها، يعني لما طلع الكلام حوالين ان مارسيل كولر جاي له عرض من الجزيرة، قال لك تجديد الموسم المقبل بموافقة الطرفين، لا مش بموافقة الطرفين، هو يحق لأي طرف فسخ التعاقد بعد انتهاء خلال 15 يوم من نهاية الموسم مع دفع 3 شهور شرط جزائي للطرف الآخر. يبقى احنا كده اطمننا على مين؟ على مارسيل كولر يا غالي. طيب لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطيب. محمد عواد عملاق حراسة المرمى في نادي الزمالك مهدد بالرحيل عن نادي الزمالك، وذلك بعد صدام عنيف مع الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة. محمد عواد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، عقده هيوصل لأعلى قيمة له أظن 18 مليون جنيه. في كده حالة نفسية سيئة بينه وبين مستر عبد الواحد السيد، فبالتالي ما فيش محبة ولا في انسجام ولا في ود ولا كلام بالشكل ده. بيبحثوا له، قالوا له يعني لو أنت عندك أي عرض هات. محمد عواد مطلوب في نادي بيراميدز، وربما تتم صفقة تبادلية بين محمد عواد ينتقل بموجبها إلى بيراميدز وآخرين مقابل صفقة تبادلية مع بيراميدز. الصفقة التبادلية دي كل صيف بنسمع عنها، مفيش حاجة بتحصل، يعني كل شوية عمرو بسيوني وأمير مرتضى يقعدوا مفيش حاجة بتحصل. يا عم مرة كده اعملوا صفقة كده تبادلية كده جامدة ولا حاجة، يعني اعملوا صفقة كده تبادلية جامدة ولا حاجة، يعني نتمنى كده يبقى في تعاون كده بين بيراميدز وكل الأندية، أهلي وزمالك وكله، يا عم عايزين نعيش ونلعب كورة ونلعب رياضة وتبقى كده يعني. طيب حاجة تانية، إن الحكام لهم مستحقات عند الاتحاد المصري لكرة القدم 30 مليون جنيه، والفلوس دي الأندية دفعتها في بداية الموسم والناس داخلة على عيد، وأنا اللي كنت قلت لك من عدة أيام إن الحكام هددوا بالإضراب عن إدارة مباريات كرة القدم في الفترة المقبلة ما لم يحصلوا على مستحقات. علم بهذا الأمر المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة السادات ورئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم. تدخل المهندس سيف الوزيري وهيبعت للاتحاد المصري لكرة القدم شيك ب 15 مليون يعني من يعني مما يعني من مستحقات الاتحاد المصري لكرة القدم، بحيث إن الناس تمشي الحكام والحكام يحصلوا على مستحقات. ولذا وعد المسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم ان هم يدفعوا للحكام فلوسهم قبل العيد. طيب قبل العيد امتى؟ الشيك يوصل السبت او الحد، السبت اجازة يبقى يوصل الحد. كلام ده تم مساء امس الخميس،
وبالتالي الحكام تراجعوا عن اضرابهم للمباريات، ويعني بيتمنوا ان هم يحصلوا على كل مستحقاتهم. كل الحكام ما خدوش فلوس، اتحاد الكوره خد الفلوس صرفها على المدربين الاجانب، حولها مصري وادى للمدربين الاجانب وما اداش للحكام مستحقات، وتلك مصيب. جاي لك فلوس حافظ عليه، ادي للناس حقوق. طيب لايك وشير وصلي على الحبيب، قلبك يطيب. بتكلم مع احد المستشارين الكبار اصدقائي اهلاوي كده، يعني اول مره اعرف ان هو مش عضو في النادي الاهلي، كنت فاهم انه عضو في النادي الاهلي. قال لي يا اسطوره احنا معانا طارق قنديل. قلت له طارق قنديل ليه؟ جاي يعمل صفقه من ورايا ولا ايه، ولا يسوي ايه؟ قال لا، استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على اداره العضويات، موجود في نادي القضاه. نادي القضاه ليه؟ هيعملوا عضويات للساده المستشارين اللي عاوزين يعملوا في النادي الاهلي فرع التجمع الخامس اللي هو ب 285 الف جنيه، واللي عاوز يعمل بقى بالفروع كلها يبقى يكمل المبلغ ل 855 الف جنيه في كل الفروع. طب ايه اللي حاصل دلوقتي؟ بقى في الاقبال زاد بعد الاعلان عن سنتورين. ليه؟ المستشارين الاعضاء اي حد عارف انه لما يطلع المصيف او هيطلع في قريته السياحيه اللي موجوده في الساحل الشمالي هيروح العالمين هيلاقي النادي موجود هناك. الناس اللي عندها اطفال ومشاركين في مدارس صيفيه وتدريبات وحكايه وروايه هيعرفوا ان هم ايه موجودين في النادي الاهلي، او هيخشوا يمارسوا رياضتهم في النادي الاهلي، او هيستمتعوا ببيسين النادي الاهلي، او هيستمتعوا بالفنادق اللي هتعمل في سانتوريني في الاهلي العالمين اللي هيبقى داخل مدينه سانتوريني، اللي هو تعاون بين شركه الاهلي للتنميه العقاريه وبين شركه سموحه اللي بيمثلها المهندس محمد فرج عامر اللي هو رئيس نادي سموحه. فبالتالي النهارده الاستاذ طارق قنديل في نادي القضاه ماشي ليه؟ ان هو يعمل عضويات لعدد كبير جدا 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 من الساده المستشارين، معاه الاستاذ محمد رمضان مدير الاشتراكات. قلت له طب رجعنا للقضاه والفئات المستثناه ال 50%؟ قال لا مفيش 50%. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني احنا بنعملها ب 285,000 وبالتقسيط. اللي عاوز بالتقسيط اهلا وسهلا، وبيشرفنا وبينورنا. وقال في اقبال رهيب على العضويات بعد القضيه ممكن بتاع محمد عبد المنعم اللي ما حدش شاف، اللي ما حدش شاف. قال لك ما حدش شاف، قال لي بالك ما حدش شاف خالص، ما حدش شاف الجول. قال لي بقى العضويات زادت ليه؟ الاطفال حبوا النادي الاهلي اكتر، وشعبيه الاهلي زادت اكتر، والدنيا سخنت اكتر وحلوت اكتر. هتعمل ايه بقى؟ ده النادي الاهلي، وده يعني قدره ان هو يفوز بالبطولات ويعشقه الشعب المصري العظيم. يرضى عنكم ربنا وهرد على اسئله حضرتك. بقى يعلى ابو لايك يا بيه. شكرا يا عمرو يا جمال. باسم عيسى افركوش اللي جاب الجون يا ابني. افركوش والله يا باسم، افركوش عملها كده. طب ما ياخدوا افركوش، ما ياجروا افركوش. الناس اللي بتبقى ماشيه في سكه الكفر وهو السحر، اللي ماشيه في السكه دي بتبقى فاهمه ان الناس كلها زيها. فربنا يعني يهدي الجميع ويلاقوا كده اللي يبصرهم ويعلمهم دينهم. يعني اللي يمشي في سكه السحر ده كافر، وحد الساحر الضرب بالسيف تطير رقبته، بس عن طريق طبعا ولي الامر. معظم الوقائع بتقول ان الاهلي فيفونا 700,000 دولار. لا ما سمعتش كلام ده. عمار حمدي يونج، عمار حمدي هشام هيكمل في الاتحاد السكندري. الراجل قال ان هو المعارين مش عاوز يرجع منه حد غير كريم نيدفيد، ده قعدته مع الكابتن الخطيب اللي انا عرفتها. لو عرفت معلومه تانية هاجي اقول لك يا قلب والله. اخبار، ما انا قلت اخبار كولر ايه. موليكا تراجع، اللي متقدم دلوقتي في مفاوضات النادي الاهلي فيما يخص المهاجم محمد امين عمورة اللي هو مهاجم لوجانو السويسري، وحمزه الهنوري من الفتح الرباط. يرضى عنكم ربنا ويرضيكم ويسعدكم، جعلها ايام طيبه ومباركه عليكم اجمعين. سلام عليكم، دمتم في امان الله.